بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن 3 عناوين رئيسية، هي الأسيبتيك تكنيكس والريسبيراتوري هايجين والديسانفكشن أو الاستراليزيشن. طبعا معكم أستاذ دكتور ياسر غنيم، أستاذ الصحة العامة. دي محاور المحاضرة بتاعتنا النهاردة، تتلخص في ال3 محاور دول اللي أنتم شايفينهم. المحور الأولاني اللي هو الاسيبتيك تكنيكس، المحور الثاني اللي هو الريسبيراتوري هايجين والكافيتي كيس. طبعا احنا هنتكلم على الكونسبت بتاع الحاجات دي، مش عليها ان ديتيلز، لانه الامور دي كلها بتؤخذ ان ديتيلز في مواد او في امور تانية خاصه بيها. واخيرا هنختم ب الكونسبت بتاعت الديسك او الدي كونتامينيشن. نبتدي بالاسيبتيك تكنيكس. هم بيعرفوها لأنها collection of medical practices and procedures اللي بتساعد في إنها تحمي البني آدم أو البيشنت من الـ dangerous infections. الـ aseptic techniques ديت ليها رينج واسع قوي. أبسط حاجة اللي هي إن حضرتك أو حضرتك تستخدمي الكحول علشان ننظف بيه المكان أو السيرفيس بتاعنا، إلى أو up to the surgical asepsis، زي ان احنا نستخدم الجاونز او الجلافز او الماسكس او الستريليزيشن، الاسيبتيك تكنيكس داخل غرف العمليات. نيجي للكونسبت الثاني وهو الريسبيراتوري هايجين، او ساعات بيسموها في الهيلث اديوكيشن الكوف اتيكيت. دي عباره عن انفكشن بريفنشن ميجرز. في البدايه هي بريفنتيف ميجرز، اتعملت علشان تمنع ترانسميشن اوف ريسبيراتوري باثوجين سبريد، سواء كان باي دروبليت او ايربورن روتس. طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين الدروبليت والايربورن، ولكل واحده من انواع ترانسميشن ديت ليها خصائص او كاركترستكس خاصه بيها، هناخدها بالتفصيل. الريسبيراتوري هيجين دي او الكافيتي كيس تتلخص في 3 امور اساسيه. الامر الاولاني هو انه يو شود كفر يور ماوث اند نوز when coughing او sneezing. النقطه الثانيه انك تو يوز تيشوز، وبعدين ترمي تيشوز ديت بعيده في المكان المخصص ليها طبعا. والمحور الثالث هو ان wash your hands، سواء كان بالميه والصابون او باي سانيتايزر موجود. والسانيتايزرز دي مختلفه ما بين الجيل والسبريز، انتوا اكيد عارفين بما يخص الكورونا الانواع المختلفه اللي موجوده في السوق. طبعا بناء على الثلاث هيلث مسجز ديت، اتعملت كتير من الهيلث اديوكيشن اويرنس بروجرامز، لكن قايمه على ال3 محاور دول. ده واحد من الـ Health Education Awareness Program، وده واحد تاني، لكن بيتكلموا حوالين ال3 محاور زي ما اتفقنا. نيجي للنقطة الأخيرة وهي الـ Decontamination. Decontamination دي انتوا عارفين ان هي بتنحصر في 3 أمور رئيسية، أبسطها هي الكليننج وأعظمها هي الاستراليزيشن، وما بين الاثنين بيقع الديسنفكشن. يبقى احنا عندنا أبسطها الكليننج، أصعبها أو أعظمها الاستراليزيشن، وما بينهما هي الديسنفكشن. كليننج ببساطة هي ريموفال من أي حاجة احنا شايفينها، يوزنج سوب أو أي حاجة من وسائل الغسيل اللي احنا نسميها ديترجنت، او حاليا دلوقتي في انواع من الانزيماتيك برودكتس موجوده بنستخدم واحده من الثلاثه دول مع الميه with water to remove germs from any surface. طبعا احنا we are removing مش we are killing، وبالتالي it doesn't necessarily kill germs، لكن بت remove them. احنا الفكره ان احنا نخليها away وخلاص. طبعا انتوا المعلومه ما لهاش قيمه قوي انه ممكن موضوع الكلينج ده يكون مانوال او ميكانيكال، زي ما بنستخدم الغسالات، او زي ما حضرتك بتاخد العربيه وتروح تغسلها في مغسله ميكانيكيه. النقطه الوسط هي الديسانفكشن، هي اعلى من الكلينج واقل من الاستراليزيشن. والديسانفكشن ببساطه هي عباره عن كيلينج موست اوف، انا حاطط لكم خط تحت كلمه موست اوف، الميكروبس
لكن بتعدي منها الاسبورز، وبالتالي احنا بنبقى عايزين حاجة أصعب شوية اللي هي الاستريليزيشن. الديسنفكشن دي عبارة عن 3 حاجات أو 3 مراحل، بنقسمها على حسب its ability للدستركشن للمايكرو اورجانيزمز. فعندنا هاي وانترميديت ولو ليفل ان ديس انفكتنتس. الهاي ليفل ديسانفكتنتس امثله ليها الجلوتاردهايد والايثايلين اوكسايد، الانترميديت زي الكحول زي الكلورين زي الهيدروجين بيروكسيد زي كلوركسيدين. معظم الديسانفكتنتس اللي احنا بنجيبها من الصيدليات بتقع في المرحله الانترميديت ديت. واخيرا اللو ليفل ديسانفكتنتس، وديت زي الكلورايد والسامسوبس، الحاجات البسيطه خالص اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا ديت لو ليفل ديسانفكتنتس. الحاجات اللي احنا بنستخدمها او بنشتريها من الصيدليه واقعه في الانترميديت، والحاجات اللي سبيسيفيك قوي بتبقى في المستشفيات ديت بتبقى الهاي ليفل ديسانفكتنتس. أخيرا وصلنا إلى الاستراليزيشن، واحنا اتفقنا إن هي أصعبها. وديت بقى بتعالج مسألة الديسنفكشن. الديسنفكشن قلنا إن هي بتكل موست اوف، لا ديت بت إليمينيت. إليمينيت أنا حاطط لكم تحتها خط إليمينيت، يعني بتتخلص نهائيا من كل المايكرو أورجانيزمز، وبالتالي أي فنجاي أي بكتيريا أي حتى سبور أو سبور فورمينج بكتيريا بتبقى killed by industrialization. Industrialization في عندنا 3 أنواع رئيسية. النوع الأولاني إن إحنا نولع فيها بالفرن، وعشان كده بيسموها hot air oven. oven اللي هو معناها الفرن، وده عشان كده بيسموها dry heat. بتشوفوا في بعض المعامل أو في بعض السكاشن عندكم إنه في فرن كده بيتحط فيه الآلات الجراحية المعدنية غالبا يعني، ويتسخن درجة حرارة عالية تموت كل الحاجات دي. في نوع تاني بيسموه low temperature sterilization، وديت الكولد أو ما بين قوسين الكولد sterilization. وأخيرا بالبخار بقى اللي هو زي الأوتوكلاف، وأكيد أنتم شفتوا الأوتوكلاف في المعامل عندنا في الكلية. آخر سلايد هنشوفها النهاردة وآخر شيء هنشوفه النهاردة هي، طيب على اساس ايه هستخدم الاستراليزيشن ولا هستخدم الديسانفكشن، وعلى اي اساس هستخدم الهاي ليفل ديسانفكشن ولا اللو ليفل ديسانفكشن؟ على اساس ال3 حاجات اللي في الشمال دول. لو الحاجه كريتيكال قوي، كريتيكال قوي ديت معناها ايه؟ معناها ان هي بتنتر ذا تيشو، حاجه بتخش جوه التيشو مثلا زي النيدلز مثلا، لو بتخش جوه التشو او بتنتر فاسكولار سيستم زي الكانيولاز والحاجات اللي هي او القسطره بتاعه، لما يقول لك احنا بنعمل قسطره كاثيترايزيشن للقلب مثلا، حاجه بتخش جوه الفاسكولار سيستم او حاجه بتمشي مع البلاد فلو، دي بنسميها حاجه كريتيكال، ودي ما ينفعش فيها ديسبكشن، دي لازم تكون سترلايزد. طيب لو حاجه سيمي كريتيكال، سيمي كريتيكال زي ايه؟ زي الحاجات اللي بتلمس الميوكوس ممبرينز لكن مش بنتريت، جاست ان هي بتتش الميوكوس ممبرين او تاتش النون انتاكت سكين، يعني في جرح لكن بتلمسه بس بتخش جواه. دي زي ايه؟ زي معظم الاندوسكوبس، الاندوسكوب بيخش ما بي ما بي بي بنتريتش ال دازنت بنتريت التشو، وخصوصا اذا كان ريسبيراتوري اندوسكوب او يوريثرال اندوسكوب. لكن لو قدمنا الاندوسكوب، يعني بنفتح في الجسم في البطن وبندخل الاندوسكوب، لا هنا لازم يكون استرلايزد. او الريسبيراتوري ايكويبمنتس لما بتشوفه في العمليات الجراحيه بيتحط في الريسبيراتوري تيوبس اللي بيتنفس منها العيان، دي كلها بيتعمل لها هاي ليفل ديسانفكشن. واخيرا ان الحاجه بقى النون كريتيكال، نون كريتيكال اللي هي التاتش ويز انتاكت سكن، او بنتعامل مع العيان بيتعامل معاها لكن لا بتلمس جرح ولا بتلمس ولا بتنتر ذا تيشو، such as البيت باندز زي البلاد بريشر كافس. انت بتقعد تقيس الضغط لده وده وده وده، مش معقول في كل مره او بعد كل عيان هنعمل هاي ليفل ديسانفكشن او سترايزيشن، يعني ده لو ليفل ديسانفكشن، مجرد ان احنا ننظفها او نحط على شويه الكحول هيكون كافي جدا. اتمنى انه المحاضرة البسيطة دي تكون ادتكم بعض الكونسبتس عن الأساسية عن
الاستريليزيشن او الدي كونتامينيشن، واتمنى ان تكونوا استفدتم، ونتقابل على خير ان شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.